كلشي غيمشي للشارع. كاين اللي دابا جابوه لي في الاخر ديال الشهر، كاين اللي باقي ما عندوش الكرا، كاين اللي عنده ربعه ديال الناس. وهاد الناس هادو فوق 500 ديال الناس هما خدامين هنا مساكن في المحطه، غيتشردوا هاد الناس هادو كلهم غيضيعوا. حنا خدامين في القطاع الخاص هنا مع هاد الناس ديال المحطه، ولكن المشكل دابا الصدمه اللي عطاونا اليوم، ما علقوا اعلان، ما علموا الناس اللي خدامين هنا، ما علموا حتى شي واحد. واش هاد الناس فين غيمشيو؟ بغينا غير نسولوا المسؤولين، واخا ما كاين حتى مسؤول، حيت حتى واحد ما عطانا حتى دقيقه باش يتشاور مع هاد الناس. وكاين هنا فوق 900 اسره وكلها غتضرر، يعني مور 12 الليل كلشي غيمشي للشارع. كاين اللي دابا جابوه لي في الاخر ديال الشهر، كاين اللي باقي ما عندوش الكرا، كاين اللي عنده ربعه ديال الناس. وحنا مرشدين، حنا كاينين الناس هنايا قاريين، كاينين الناس واعيين، كاينين ولاد الناس. حنا راه المخزن دانا شي 10 ولا 20 مره، يعني الكوميساريه الكبيره عندها التصاور ديالنا وعندها المعلومات كاملين كافيه علينا. حنا تنطلبوا من المسؤولين ومن العمده ديال الرباط ومن محمد السادس نصروا الله يشوف مع هاد الناس هادو. راه هاد الناس من اليوم ديال 12 الليل غيوليو في الشارع، راه حنا متضررين بزاف، راه 800 اسره غتخرج للشارع، راه الناس راه تدي غير واحد 100 درهم ولا 70 درهم لولادها وما كافياهاش. هاد الناس هادو دابا علموا اليوم مع 12 الليل غيتم افتتاح المحطه، غيمشيو الحافلات. وهاد الناس هادو فوق 500 ديال الناس هما خدامين هنا مساكن في المحطه، غيتشردوا هاد الناس هادو كلهم غيضيعوا. كاين هاد الناس مساكن اللي كان ساكن في البرارك وحولوهم عطاهم ديور في تامسنا وفي عين عتيق، وهاد الناس كاين مسكين اللي باقي تيخلص طريطه ديال الدار ديالو. الناس غتشرد، الناس ملي غادي يحيدوا من هاد المحطه دي ناس ما هضروا معاهم، ما عطاهم حتى شي حاجه، ما داروا معاهم حتى شي حل. جاو قالوا لهاد الناس من نهارهم غيصبحوا هاد الناس مشردين، كاين اللي عنده ربعه الاولاد، كاين اللي كاري، كاين اللي كيجري على امو، كاين اللي عنده اسره كله وكيفاش كيجري. هاد الناس هادو مساكن غير حماله، كاين اللي عنده كروسه، كاين اللي مرشدين الناس. هاد الناس ضاعوا د المحطه، المحطه د الرباط ضاعوا. الناس ديال المحطه ديال طنجه نهار بغاو يحيدوا المحطه، جمعوا دوك الناس المحطه عوضوهم، الناس عطاهم باركينات، الناس خدموهم في الانعاش. حنا ما بغيناهمش يخدمونا في المحطه، حنا بغيناهم يعوضونا. ماشي واحد عنده ثلاثه الوليدات اربعه الوليدات مسكين وعنده الكرا، كاين اللي عنده كريدي ديال دار باقي كتسالو 11 مليون 12 مليون، في غيمشي هاد السيد هذا؟ حنا خدامين في هاد المحطه 21 عام دابا، هما غيسدوا المحطه وما عندنا حتى شي حاجه اللي غتدفعنا ولا اللي غتعاوننا. تنتمناو من الله انهم يديروا معنا شي حل. ما شافنا حتى شي واحد وما هضر معنا حتى شي واحد، ما كاينش شي واحد اللي تيهضر ولا يتكلم. قال لك المحطه الجديده ما بغاوش فيها هاد المنادون او الناس اللي تيخدموا حماله او اي حاجه، قال لك بغاوهم هما يديروا داكشي بوحدهم، وهذا الشيء ما يمشي معقول. خاص على هاد الناس اللي بدل اللي عندهم الاولاد حتى هما يشوفوا معاهم شي حل. الشباب اللي كاينين يعني بزاف الحوايج كاينه خصهم يديروا معاهم شي حل، يعني الا كان شي حاجه حل تتمنى من الله يديروه. من 71 71 هنا في 83 تحقوا لنا ليها تشنا فيها، وراه الدوسي عندي هنا في الاداره، وخدمت ملي خداو عليا هاد الشباب ثاني هرب جاب محسن، قال لي خرج شرى لي هاد التريبورتور، مشيت نبيعه ونشري به، جا ثاني لقى جراو علينا، رجعت للمحطه، المحطه كانت نخدموا فيها ودابا راه حنا الله كريم، راه استاد الاولاد وعمري 82 سنه. وفين نمشي دابا اش ندير؟ لا غالي نعاش ولا شي حاجه نخدم فيها الغرض، ما كرهنا شيء. وهاد الشباب راه حامين المحطه، راهم يدوا درهم 4 دراهم كيسرقوا الفياجور وحامينا من الكريساج. بغيت نقول لهذوك المسؤولين اللي داروا هاد المحطه الجديده وكذا، واش ما فكرتوش شويه غير في الشمكار اللي تيسكن هنا؟ حنا بلا ما نقولوا الموظف. دابا بغيت نعرف حاجه واحده اللي بغيت نعرفها انا، هي هاد الناس هادو شكون اللي غيعوضهم؟ لا كنتو نتوما غتدخلوا الشركات الكبار، حنا شنو غنديروا حنايا؟ حنا يلاه قلنا بسم الله في هاد الحياة ويلاه درنا وليدات ويلاه بغينا ندبروا على راسنا، مع العلم أن عندنا الدبلومات والدولة اللي صيفطاتنا لهاد السياسة هادي، فهمتيني؟ ما عطاتناش واحد الحق فين نخدموا، فهمتيني؟ دابا حنا فين نمشيو؟ واخ هاد الناس هادو هاد الكورتيي هادو صحاب الشركه شنو غيديروا؟ تعوضهم الشركه؟ عندهم لا سي ان اس اس؟ عندهم شي ورقه ولا جوج؟ شنو عندهم؟ وحنا راه عايشين بالراميد، مره مجهود ديروا شي حاجه وتقادوا شي حاجه، فكروا للناس ديال الراميد.